صباح الخير، صباح النور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وباتم الصحة والعافية، وعيد مبارك سعيد تدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا وزيادة الرزق والنجاح في حياتكم والنجاح لوليداتكم. حبيت نصبح عليكم ومنتو نشكركم على كلامكم الطيب، على كل تعليق طال من القلب للقلب أكيد كيوصل، على كل كلمة طيبة، على كل كلمة جميلة، على كل تعليق غزال بحالكم اللي يخطيكم عليا. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم كل حاجة حلوة في هذه الدنيا إن شاء الله، وسوختو سوختو الصحة والهنا وراحة البال. كنعرفوا بزاف هذا الوليدات ديالنا، كاين حتى الناس الكبار سبحان الله العظيم ما كتعجبهمش البطاطا الحلوة في الطاجين او البطاطا الحلوه عامه، كل واحد كيفاش كيطبخها. دونك انا كنستعملها في الطاجين كوصفه تقليديه اللي تعلمناها من الامهات ديالنا او جدودنا، وميم طون اونا كنشويوها في الفاخر. اليوم جيت نقول لكم على واحد الوصفه ديال البطاطا الحلوه، تعجب الصغيرين او الاطفال وتعجب حتى الكبار، وهذا وبطريقه مختلفه. كاينين الناس ممكن عارفينها وكاينين الناس لا. دونك البطاطا الحلوه كما كتشوفوا كنشدها كنغسلها مزيان مزيان ونحكها مزيان، ما كنحيلاش القشره ديالها، وكنغطسها في الماء بارد مع شويه ديال الثلج وشويه ديال الخل. كنخليها واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، وكنعاود نصفيها ونغسلها مزيان، وكنقطعها هكذا دي طرونش رقاق. هانتوما كما كتشوفوا لي طرونش فريمون رقاق، يكونوا رقاق، تكون سكينه زعما مسزوين باش يقطعها لكم دي طرونش رقاق. كنزيد عليها بعض التوابل اللي كتعطيها واحد النكهه، وميم طون كتكون صحيه. دونك كنزيد عليها الخرقوم، راني انا ديجا دايره هنا، كنزيد عليها السكر البني، ما غاديش نقدر ندير لها العسل لانه في الفران غادي يتحرق، غير خصكم تكونوا متيقنين انه فعلا سكر بني. كان هذا كنبشر عليها شويه ديال جوز الطيب اللي كنقولوا حنا عليها الجوزه او لانواد ميسكات، غير شويه باش ما تعطيش ديك المراره ديالها ثاني بزاف. وكنزيد لها شويه ديال الزعفران الحر، هذا راه الزعفران ديال التاليوين، تحيه كبيره للناس ديال التاليوين، هذه المدينه اللي معروفه، وكنظن ان الزعفران الحر راه محتل واحد المرتبه عالميه من بعد الزعفران ديال ايران، كان كنستعملو في بزاف ديال الاطباق. وهاد حبه الهيل اولا كاردامون كنشدها وكندقها شويه في المهراز، وممكن لما عندكش المهراز غير تمصيها بيدك باش كتعطي دوك الحبيبات ديالها في هذا في البطاطا الحلوه، ما تخصهاش تبقى مسدوده. وكنزيد واحد القبيسه ديال الملح، هذا الملح ديال الهيمالايا اللي كنستعمل، وكنزيد جوج معالق كبار ديال الزبده، ماشي الزيت، جوج معالق كبار حتى لثلاثه حسب انت الكميه. انا هنا درت جوج بطاطات حلوين تبارك الله، عطاو الخير والبركه. وكنديرها في هذا لو ساك دو كويسون اللي كيدخل الفران، ماشي ساك دو كونجيلاسيون، هاد الخنيشات ديال الفرن. دونك وكنخلطهم كلشي هاد سميتو، وزدت فيها واحد جوج عويدات ديال القرنفل. كنعرفوا ان القرنفل سي ان انتيسيبتيك زوين وصحي، كيرخي ديك المذاق ديالو. دونك بحال قلنا بطاطا حلوه ومالحه، بس هي الحلو بزاف طاغي عليها اكثر من الملح، هي قبيسه ديال الملح وكلشي المكونات كيعطيو داك المزيج ديال المكونات ديال الخرقوم ديال الزعفران الحر ديال الكوزه ديال حبه الهيل اولا كاردامون، كتعطي واحد النكهه خاصه ديال السكر البني وديال الزبيده. وكنديرها في هذا الكيس الحراري، كنحرك ديجا كنخلط المكونات كلها مزيان هنا، عاد كنديرها في داك الكيس، وكنديرها في واحد المول، واحد المول اللي كيدخل الفران، وكنديرها في الفران ديالي مده 25 دقيقه على نار هاديه باش ما خصهاش تحرق وما خصهاش تبقى نيه. ديجا هي ملي كتكون قطعتها هكذاك دوك لي طرونش رقاق راه دغيا كطيب، صدقوني كيكون واحد الديسير غزال، واحد لا سالاد اللي هي سكري غزاله، ولا بغيتي دير لها اضافه انت حسب الافكار ديالك. انا كان البنات كنحطها لهم في الطبيسين، وكنزيد لهم من بول دو غلاس، لا غلاس اللي كيبغيو، كتجي غزاله بحال ديسير. انا كناكلها انا مول الدار هكذاك، كتجي زبده كريميه معسله معلكه من داك الشيء رفيع والله، وديك القشيره ديالها سبحان الله العظيم كطيب معاها، كتعطي لها واحد النكهه خاصه.
دونك حبيت نتقاسم معكم هذا الطبق اليوم. جربوا ردوا عليا الاخبار، يعني انا هذه ماشي اول مره كنديرها وماشي ثاني مره كنديرها، وهذا كنخرج شويه على داك المعتاد ديال البطاطا الحلوه في الفران او البطاطا الحلوه في الطاجين، وميم طون فكره زوينه وليداتنا كيبغيوها وحتى حنا كنعشقوها، كتعطي واحد المذاق هائل. جربوها وردوا عليا الاخبار. دونك كما قلت لكم الخرقوم والسكر، السكر البني وهذا لانوا د ميسكاد او جوز الطيب، الزعفران الحر كلشينا كنعرفوا المذاق ديالو، وحبه الهيل اولا كاردامون، وقبيسه ديال الملح، انا كنخدم بالملح ديال الهيمالايا، وجوج معالق كبار ديال الزبده، وكديرهم في هذا الكيس وتدخليهم الفران ديالك. ماشي بضروره يكون مسبق زعما مسخن مسبقا، دغيا انا كندخلو معاد كنشعل الفران ديالي من التحت عاد كنطفي عليه ونشعل شويه عليه من الفوق، كتجي غزاله. رافقوها كديسير مع لا كلاص او ديريكتومون هكذا، كتجي غزاله ولذيذه وعندها واحد المذاق غزال غزال وصحيه. وميم طون كنعرفو كلشي هاد المكونات تبارك الله، راه كل مكون ليه واحد خاصيه لصحتنا. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. كنقول لكم مع السلامه الى فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.